استمرار محمد مجدي أفشل قدامنا على الشاشة في تشكيلة مباراة الغد الأساسية، حيث شارك أساسي في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سان جورج ونجح في تسجيل هدفين ليقود المارد الأحمر برباعية دون رد. أفشل ما كانش بدأ أساسي مع الأهلي في أول مبارتين في الموسم الجديد، سواء أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي أو أمام المصري البورسعيدي في افتتاحية الدوري الممتاز. لسه مكملين اخبارنا مع النادي الاهلي، واصبح اكرم توفيق لاعب الفريق جاهز للمشاركه في المباريات خلال الفتره الحاليه بعد انتهاء فتره التاهيل الخاصه باللاعب والمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل كامل. اكرم توفيق بيشارك خلال الفتره الماضيه في التدريبات الجماعيه، لكن كان في تخوف من جانب الجهاز الفني بقياده كولر من الدفع به في المباريات او التعجل بالدفع به، لكن اكرم اصبح جاهز على الصعيد الطبي مع النادي الاهلي، وبالتالي مشاركته من عدمها هيكون فقط وفقا لرؤيه فنيه في يد الجهاز الفني.